السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتسام الجشين، سن 20 سنة، طالبة جامعية شعبة علوم الحياة. سأحدثكم وسأخبركم عن شغف، عن جزء لا يتجزأ مني، التصوير. التصوير هو ملاذي، هو كل شيء. قد لا تمر علي دقيقة وأنا أبحث عن صورة أقوم بتعديل طفيف كي تسحرني أو كي أرتاح. التصوير، وددت أن أشارك في مسابقتكم. أتمنى أن تنال مشاركتي إعجابكم وأن تحظى باستحسانكم. شكرا جزيلا لإتاحة لنا هذه الفرصة لنعبر لكم ولنا عن هواية جميلة لها مستقبل جميل بإذن الله. شكرا.